الساعة 7:15. احنا عايزين نروي الزرع بسرعة ونوكل الطيور ونشربها قبل ما نروح الشغل بتاعنا. الأول صباح السادة متابعين القناة، صباح الورد، صباح الخير، صباح الجمال، صباح العسل. تعالى ريكسو عندي اهو، تعالى تعمل عكس مع عبد الرحمن. تعالى اهو، مش راضي هو عايزني انا. صباح الخير على كل متابعي القناة. زي ما انتم شايفين بنبدأ يومنا بالنشاط والحيوية. في الحين زراعة الأصل وتربية الدواجن بتكبرك ان انت تصحى بدري وتمارس نوع من انواع النشاط ونوع من انواع الرياضة. طبعا زي ما انتم شايفين انا بروي بالجلادل مليانة مية كده، ري غمر والري الغمر مفيد جدا غير الري الرش. الري الغمر بيغسل الاملاح اللي في التربه. النهارده هنعمل حاجات كتير جدا انا ومع عبد الرحمن، ومع عبد الرحمن هتساعدني. فيديو هيبقى قيم مليان بالمعلومات، بس يا ريت قبل ما يبداوا الفيديو مع عبد الرحمن يا ريت ما تنسوش اللايك عشان الفيديوهات ما تنتشر. برضو الناس اللي هي ما بيوصلهاش الاشعارات، ما بيوصلهاش اشعارات الفيديوهات الجديده، يا ريت يلغوا الجرس ويرجعوا يفعلوه من اول وجديد. ويلا بقى نبدا الفيديو مع بعض، فيديو جميل وممتع النهارده. يلا بينا. وحشتني يا فلولة، وحشتني يا فراولة، وحشتي ماما يا تيتي. حبيبتي اطلع تطلع ورايا، انزل تنزل وراي، خايفة امشي واسيبها وخايفة تتوه عني تاني يا حبيبتي. روحي كل ادوات الجاهزه اهي، ودينا انا بقى التصوير. والله ربنا يعينك. طبعا زي ما قلت لكم دايما اهم شيء كميه الادوات، كميه الادوات تبقى كبيره انتوا بترتاحوا. منظم عبد الرحمن هتنظف معايا كل الاوعيه الخاصه بشرب الطيور بتاعتي، هتاخدها وتغسلها وتدعكها دعكه كويسه وتظبطها. شوف كذا جردل معانا، كذا جردل، جردل هتغسل فيه، وجردل هتحط فيه بقيه الميه اللي مش كويسه اللي مش نظيفه، وبعد كده نبدا نشرب الطيور بتاعتنا. عبد الرحمن بقى تبدا تغسل لنا كل الاوعيه الخاصه بشرب الطيور وتنظيفها. طبعا انتوا عارفين انا بحب دايما استخدم الاوعيه الفخاريه، لان الاوعيه الفخاريه بصراحه يعني لا، حط الوعاء كله في الجردل واغسليه وانا هجيب لك ميه جديده. ايوه كده كده اريح. الله يكرمك. اهم حاجه كتاكيت الصغيره. ايه اخبارهم؟ ايه شفتيهم؟ اه حلوين والله. الله ينور عليك. كل ده بيتقال لها صاحبتك، صاحبتك حبيبتي ماشيه وراكي في كل حته، هي وريكس. خايفه يا عيني تمشي وتسيبني، او انا ماشي واسيبها. عدى لا ماشي اصلا، لا تتوه تاني. فركوسه وقفت لك ازاي؟ عاوزه يا ركوس. مش عايز حاجة، عشان انا بلعب منمة راح جايلي يعني. بيغير بيغير. تعال نبص على الكتاكيت الصغيرة كده، والمعلم باندا هنا وروخرة. معلم باندا اللي مبوظ لي كل حاجة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بقى كلها كلها. لا لا اسمع الكلام يا معلم. يا ست ابن ياما، ايه ده؟ محتاجة مية كتير. انت شوية حجمها عامل ازاي؟ ماما مع عبد الرحمن مستكتره شويه الميه. لا هي حجمها وضخامتها كل الاوراق دي بتسحب كميات من الميه وتعمل عمليه النتح. هي بتحتاج ميه اكتر من كده، احنا هنديها كمان ميه اكتر من كده كمان. الله ينور. الوز بقى مستنيكي. اهم حاجه عندي الوز يا ام عبد الرحمن، ما عندوش ولا نقطه ميه. عايزين جردل ميه، عايزين جردل ميه كبير، لان ما عندوش ولا نقطه، ولا نقطه ما خلص المال اللي عنده كله. انا هاخد الجردل املاهولك قبل ما تخلص اللي انت بتعمليه ده. بسم الله.
انت عايز اشوف ما تشطوا فيها صح؟ ماشي خلاص تعالى ركس يلا بينا يلا يلا بسم الله اوبا ديكو خد يا محمود تقيل ايوه طبعا خلتها بتلمع يا ريكس طبعا هم عبد الرحمن بتملى ميه زي ما انتم شايفين كده هتكمل اه تعالى اوريكم بقى الكوسه الكوسه دي بصراحه السنه دي يا ام عبد الرحمن الكوسه اللي احنا يعني كنا احنا سايبينها اول امبارح اصغر من دي شوف بقى ورا عامله ازاي شوف المنظر عامل ازاي يوم ويوم لا احنا بنجمع الكوسه قدامكم عشان تشوفوا كمية الكوسة اللي بتطلع عندنا بسم الله ما شاء الله يعني بسم الله ما شاء الله فاضل لك ياما في المية؟ اه كل الطيور هتشرب الأول طيب نشربوا كل الطيور يا جماعة وأنا حاطط في التصوير دلوقتي وأساعد أم عبد الرحمن عشان نرجع لكم خلصنا مية الطيور وأم عبد الرحمن بقى تجمع لنا كوسة زي كل يوم تقريبا بيجمعوا كل يوم يوم ويوم لا احنا ما جمعناش امبارح جمعنا اول امبارح بس انت متهيأ لك ان احنا جامعين امبارح عشان انت عامل مونتاج عشان بناكلوها كل يوم لا عشان عامل مونتاج امبارح وبناكله كل يوم حبيبي ده حبيبي بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله حاجه بصراحه حاجه جميله جدا حاجه روعه طبعا نجاح نبات الكوسه نتيجه التربه الممتازه البذور الممتازه والرعاية زي ما انتم شايفين كل يوم بتتروى كل يوم بتتروى المفروض كمان مرتين في اليوم مرة الصبح ومرة اخر النهار طبعا انا برويها مرة واحدة بس لان التربة عندي هشة التربة عندي هشة ومكونة من الكمبوست وانا حريص ان انا دايما اغطي سطح التربة بطبقة من المواد العضوية بطيئة التحلل زي ما انتم شايفين كده زي ما هوريكم كده ده قش اهوت بغطي سطح التربة بالقش القش ده بيساعد على منع وتقليل عملية تبخر المية مش منع بقى تبخر الميه تقليل عمليه تبخر الميه وبالتالي بحافظ على الرطوبه بتاعتي تاني شيء والاهم كمان من كده ان هو بيغذي الكائنات الحيه الدقيقه والكائنات الحيه الدقيقه دي زي ما احنا قلنا ليها يعني دور كبير وفعال في تغذيه النباتات كميه المخلفات العضويه ديت الناس بتقول لي انت بتحط كميه مخلفات عضويه كتير في الحقيقة ان المخلفات العضوية انواعها بتختلف مش نوع واحد. انا بحط المخلفات العضوية بطيئة التحلل وليست سريعة التحلل. بمعنى مخلفات الارنب هي اللي تنفع. مخلفات الحمام ما تنفعش تعملي مشاكل. مخلفات الدواجن ما تنفعش. مخلفات الزؤزؤ تصلح. فمش كل انواع المخلفات. تعرفين انا بربي الدود السبلة في الصندوق هنا. بعد ما بتخلص عندي دورة دودة السبلة المخلفات ديت بتبقى بارده بتتحول وتبقى مخلفات بارده
هذه المخلفات البارده بتصلح ان هي تتغطى بيها سطح التربه. طبعا الركس حس بحاجه، حس بحاجه ماشيه، اكيد العرس، اكيد العرس، لانه انفعل فجاه وبدا ايه ينشط، بيشم ريحتها. ها اخبارنا ايه؟ وريني كده الكميه، تعالى بوريكم مفاجأة. مش عاوزة تشوفوا مفاجأة؟ الخيارة؟ اه هنا. ايوه اول خياراي، اول خيار. بسم الله ما شاء الله، اول خيار. لا ما تقطعهاش لسه صغيرة، ده انا هسيبها لما تبقى 6 كيلو دي. ده مفيش غيرها. لا ده في كتير، والحمد لله بدأ يعني بدأ يطلع. ايوه في واحدة كمان. ايوه لا شكلها تطلع، لا سيبها بقى. الحمد لله. وهنا زي ما انتم شايفين كده بدأت ظهور الايه؟ المؤنثة. طبعا هنعمل عملية على الخيار دلوقتي، وعملية على الكوسة مهمة جدا لتنشيط نمو النباتات ديت عشان تدينا أعلى كمية من الثمار بإذن الله. تعالوا بقى أوريكم برضو الإيه، هي اسمها فاصوليا ولا لوبيا اللي هناك دي؟ لوبيا. لوبيا؟ اه ماشي. والفلفل كمان بسم الله ما شاء الله، شايفين كده فلفل جميل اهوت وبيلمع. اللمعة دي تدل على صحة النبات، اللمعة دي بتدل على إن النبات نبات صحي وجميل. شايفين الأوراق بتلمع هنا الأرض أهو. طبعا العمليات اللي بتتعمل على النباتات مش بس الري والتسميد، لا في عمليات كتير جدا بتتعمل، منها التقليم، ومنها كمان ان انا لازم اغسل اوراق النباتات كل فتره، لان احنا على السطح واحنا في فصل الصيف مفيش امطار، وبالتالي بيتراكم كميات من الغبار على سطح الاوراق، وديت بتقلل عمليه التمثل اسمها التمثيل الضوئي، البناء الضوئي. البناء الضوئي. هو عبد الرحمن طبعا ادرى مني في الحاجات دي. كمان بتمنع النتح، وانت عارفين قربي بس مني عشان الصوت كده. كلموهم عن الغبار لما بيتراكم على الاوراق بيحصل ايه؟ انا عايز اقول ان التراب اللي على الاوراق ده مضر جدا بالنباتات. اولا بيقلل نسبه الضوء اللي بتنزل على الورقه، فبيقلل التمثيل الضوئي او البناء الضوئي. واحنا عارفين طبعا البناء الضوئي مهم جدا للنباتات عشان بتبني غذائها بنفسها، هي الكائن الوحيد اللي بيصنع غذائه بنفسه. وبيسد المسام اللي بتسموها ايه؟ بيسد الصغور اللي موجوده في الورقه. الصغور. فبيقلل كمان النتح، وبيقلل امتصاص الميه من الارض، لان النتح سبحان الله عامل زي الموتور كده، لما بناخد الميه ونطلعها من النبات في ميه ثانيه بيبقى عمليه شد وسحب من الارض تعوض ميه النتح دي. طبعا عمليه الشد والسحب من الارض ديت ما بتبقاش ميه عاديه زي اللي طالعه، بتبقى ميه غنيه بالاملاح والمغذيات. لو قللنا النتح يبقى قلت سحب المغذيات وسحب الميه والاملاح من التربه. كمان لازم ننظف التراب ده اول باول عشان نظبط عمليه البناء الضوئي وعمليه النتح كمان. طبعا كمان من ضمن الحاجات اللي هذكرها ان الغبار ده برده مش غبار مواد عضويه فقط، لا ده ساعات بيحتوي على فطريات وبكتيريا بتسبب مشاكل برده للنبات. فعمليه الغسيل بصراحه كل فتره كده يعني من اهم العمليات. تعالى بقى نعمل عمليه كمان يا ام عبد الرحمن مهمه جدا على النباتات بتاعتنا، وعمليه الخف. عمليه الخف ايضا من العمليات المهمه جدا، وعمليه الخف ضروريه حتى نحصل على نباتات قويه. سر الكوسه عندنا هنا وانها نمت هذا النمو وبتدينا الانتاج اللي انتم شايفينه ده بسم الله ما شاء الله انتاج ممتاز، ان انا حاطط في كل صندوق كميه بسيطه من النباتات. يعني الصندوق اللي شايفينه ده مفيش غير نبات واحد، نبات واحد بس. الصندوق اللي قدامكم ده برضه نبات واحد برغم المساحه اللي شايفينها دي كلها، نبات واحد. الصندوق الضخم اللي عندي ده اكبر صندوق عندي فيه تقريبا 3 نباتات او 4 نباتات برغم الضخامه بتاعته دي كلها، وده اللي بيديني. ولو كان في نباتين 2 بس كان هيبقى احسن واحسن كمان. الفلفل هنا عندي شجرتين بس في الصندوق زي ما انتم شايفين، مقلل الاعداد جدا، وده بيدي فرصه برضه للنباتات انها تنمو نمو كبير. وهنا برضه الباميه انا قللت اعدادها، وصراحه انا قللت اعداد الباميه غصب عني، لان اللي كسر لي الباميه بيلعب هناك اهو. كل ما ازرع الباميه يكسرها لي، كل ما ازرع الباميه يكسرها لي. الصندوق ده انا زرعته اكتر من 10 مرات بسببه ده، ولسه زرعه امبارح، حتى البذور لسه بتنبت. ده
ربنا يستر. وهكسر لي برضو هنا نباتات اصلا كسر، وهنا برضو مكسر لي شويه برضو من الضرابه برضو. مفيش فايده فيها، مفيش فايده ابدا 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 ابدا، لان هو مش ذكي، حيوان مش ذكي. تانيين اذكى منه بكتير، اذكى واحد اهو عنده. نرجع تاني الموضوع بتاعنا ونتكلم ونقولهم انهم عبد الرحمن فاضل لك كتير. طيب تعالى بقى خف لي الملوخيه دي. هنخفوا نباتات الملوخيه لانها مكدسه بشكل كبير جدا زي ما انتم شايفين كده، وفيها نباتات كمان غريبه. ده مش ملوخيه، ده نبات غريب خالص اهو. الملوخيه زاد عن اللزوم، فام عبد الرحمن بقى تجمع لنا شويه. طبعا مش هيصلح للاكل ده لانها لسه صغيره. لا انا ممكن اجمع شويه كده اعمله طبق واحد. حلو، طبق واحد حلو مفيش مشكله. عمليه الخفه يا جماعه احنا بندي فرصه للنباتات. مش خساره، ده الملوخيه بتاعتنا دي لها طعم مميز اصلا. ايوه، فبنقولهم ان عمليه الخف من اهم العمليات اللي تجرى للنبات. ما يصعبش علينا النبات، ما نقولوش خساره، لان هذه النباتات المكدسه هتؤدي ان نمو النباتات هيبقى ضعيف جدا. كمان انا الملوخيه هنا انا ناوي اسيبها توصل احجام كبيره عشان نجمع الاوراق بتاعتها. مش هتتحش المره، مش هتتخلع المره دي. هنبدا بقى نجمع منها الاوراق ونبدا نحشها. فاحنا المره دي هنخف، وخف يا ام عبد الرحمن كتير، لان انا في الصندوق ده كله ممكن ما اسيبش غير 3 4 نباتات بس. انا مش عايز اخف وهو صغير قوي كده عشان ما إيه حاجه يعني. هتخف على مراحل، ما هو مش كله مره واحده. خدي مرحله المره دي، خلي بالك اللي انت هتخفيه ده يعني يومين ثلاثه هتبص تلاقي اللي حواليه كبر يكبر بسرعه. ايوه اكسو. تعالى يا حبيبي. لا ده انت تخف اكتر من كده كمان. تخف من هنا كمان لان دي تقيله قوي. يبقى يا جماعه كوسه. النبات ده غريب عشان ما تاخدوش، عشان طعمه مر. ده ايوه طعمه مر جامد. جمعنا كوسه وعندنا كمان بيض من بيض الفراخ. وكان في يعني ناس بتسالني عن بيض مخصب، موجود بيض مخصب. الناس اللي حابه تتواصل معايا، طبعا زي ما بقول دايما مشكلتنا في التوصيل، مشكلتنا في التوصيل. التوصيل ده بصراحه عمليه معقده جدا، ومعظم بتجيلي طلبات يعني من مناطق بعيده جدا، فما بقدرش اوصل. عندنا كمان الناس كتير قوي اتصلت بيا، وانا عاوز اقول لكم موضوع الجندي الاسود او دوده الجندي الاسود. عملت ضجه كبيره خالص، ناس كتير خالص اتصلت بيا كتير 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 فوق ما تتخيلوا، على الواتس وتليفونيا وفي التعليقات زي ما بتشوفوا انتم في التعليقات. تعليقات كتير جدا عاوزين يعرفوا معلومات اكتر عن دوده الجندي الاسود، وقالوا لي يا ابو عبد الرحمن الفيديوهات اللي انت نزلتها عن دوده الجندي الاسود غير مكتمله، وفيديوهات مش ما فيهاش معلومات كتير. دي حقيقه، لان حسن ما بيربيش الدوره كامله، وانا اول مره اتعامل مع هذه الدوده. فانا منتظر ان انا اعمل لكم فيديو دوره كامله عن تربيه هذه الدوده. والغريب بقى في الموضوع، الناس اللي تواصلت معايا امبارح وقالوا لي يا ابو عبد الرحمن احنا دخلنا على اليوتيوب وحاولنا نشوف الدوره كامله، لقينا المعلومات دايما ناقصه، محدش بيدينا المعلومه كامله، مفيش حد بيدي المعلومه كامله خالص بالنسبه للدوده دي، ودي مشكله كبيره. فانا باذن الله بجهز لكم فيديو قوي جدا جدا عن تربية دودة الجندي الأسود من البداية للنهاية، بناء على خبرة وليس بناء على قراية مثلا في النت أو جوجل أو كلام من ده. لا، هديكم خلاصة التجربة، وده اللي مأخرني في هذا. بسم الله ما شاء الله، ده شوية الخف دولت يعني حاجة. نعمل شوربة النهاردة وملوخية. شوربة وملوخية. فطبعا يعني عاوز أقول لكم أنا بجهز لكم فيديو قوي جدا عن دودة الجندي الأسود، هيبقى فيديو قيم وبناء على خبرة عملية وليس خبرة نظرية أو كلام نظري أو معلومات متاخدة من أي مصدر. طيب فاضل عملية واحدة بس هنعملها. إيه وقت كده؟ تبص في الساعة؟ لا لسه فاضل نص ساعة. طب كويس خالص. هتاخدي التصوير عشان أنا أكمل شغل. قبل ما أخد التصوير أنا عايزاك تفرجهم على ظهور الرمان. والله يا أم عبد الرحمن أنا ما بشجعش أنا نهائي. مش عارفة بقى هتطلع. ما انا ما ب... دي زهور الرمان بس انا ما بشجعش زراعه. يعني زارعينه عندهم بالمنظر ده كده، ده هتطلع رمان ولا هتهجس علينا وتبقى زهور بس كده؟ مش دي اول زهور طلعت، الزهور اللي طلعت قبل كده وقعت وما طلعتش اي ثمار. مش عارفين احنا بقى.
فيعني انا مش مهتم قوي، بس كفايه منظرها ولونها جميل. انا مش مهتم قوي يعني بموضوع الرمان ده، لان انا ما بشجعش ابدا زراعه الاشجار الفاكهه على السطح، برغم ان شكلها حلو جدا ولكن ايه ما بشجعش. تعالي بقى خدي مني التصوير كده. طبعا زي ما قلت لكم في الفيديو احنا ما بنكتفيش بعمليه الري والتسميد، لا هناك عمليات اخرى تجرى للنباتات. قلنا من ضمن هذه العمليات وام عبد الرحمن كلمتكم عليها اللي هي غسيل النباتات، دايما حريصين على غسيل. العمليه الثانيه بقى عمليه التقليل. عمليه التقليل ديت وهي على كذا نوع، ومش كل النباتات بتتقلم. انا هنا بقلم الكوسه وهقلم الخيار قدامكم، وخفينا طبعا الملوخيه. الكوسه انا هناخد جميع الاوراق الكبيره في السن او المصابه هنتخلصوا منها، يعني زي ما انتم شايفين هنا بدا يظهر عندي اصابه هنا فطريه اهي. دي الورقه دي هتتشال خالص، ودي الورقه دي عجوزه ناخدوها خالص وهنحطوها هنا، وهنمشي بقى نفحص الايه الاوراق بتاعتها. طبعا عمليه الخف ديت يعني مش، انا عاوز اقول لكم مش اول مره اخف الاوراق، لا تقريبا يعني كل يومين او كل ثلاث ايام انا بنشيل الاوراق القديمه وعشان تستبدل باوراق جديده، والعمليه دي عمليه مهمه جدا لصحه ونمو النباتات. كل الاوراق القديمه دي هي اوراق هتمتص غذاء ويبقى فيها اصابات حشريه كتير او اصابات فطريه وهتعمل لي مشاكل وملهاش اي فايده نهائيا، فاحنا هنتخلصوا منها. ودايما هتلاقوا النبات بيجدد نفسه، هتلاقوا النبات بيكبر بصوره اكبر من كده بكتير، ولكن ما انا بخفش الاوراق لدرجه ان انا اسيب النبات من غير ورق، من غير ورق، لان الورق ده مهم جدا، هو اللي بيصنع الغذاء، مصنع الغذاء في النبات. بقى لو حتى برضه عمليه التقليل بتتم بنوع من انواع الحكمه، يعني كده انا هنا كده تهيألي كده خلاص، كده خلاص هنشوف الناحيه الثانيه. حتى الاوراق ديت احنا مش هنرميها، الاوراق دي احنا هنشوف بيها دلوقتي زي ما هتشوفوا دلوقتي. ورقه زي دي كده يا ام عبد الرحمن اهي، العصفور مبهدلاه عليها، هناخدوها وهناخد دي كمان اهي. طيب ده نوع من انواع التقليل، تعالوا الى تقريب الورق. تعالوا بقى نشوفهم في الخيار هنعمل ايه. في الخيار هنقص القمه الناميه. طب انا هقص القمه الناميه ليه؟ هقول لكم دلوقتي. عدينا كده يا ام عبد الرحمن، اجيب المقص، استخدم بقى ايه المقص. زي ما بقول لكم اهم حاجه يكون عندنا كميه كبيره من الادوات. تعالوا كده زي ما انتم شايفين الخيار وصل لارتفاع كبير جدا ولسه هيطول عن كده كمان. انا بقى ما عنديش مكان ان انا اكمل الارتفاع الكبير ده. طب خد بالك الا في انا شايف خيارايه صغيره، فانا هاخد القمه الناميه ايوه، وهاخد برضو من هنا القمه الناميه. ده بيشجع الفروع الجانبية أيوة كمان. ايوه بالظبط، ده بيشجع الفروع الجانبية انها تطلع. كده احنا هنشجع الفروع الجانبية انها تطلع وهندي نمو خضر كبير. يبقى احنا وقفنا نمو فرع واحد هيطلع لنا فروع جانبية كتير بداله. فروع جانبية كتير، وبالتالي هيكون بإذن الله حجم ثمر كبير، برغم ان الخيار بتاعنا ده مش أحسن حاجة ومش أعلى نوع من أنواع البذور، ولكن أنا شايف إن بدأ ينتج فاحنا هنسيبوه برضه، هنديله فرصة يدينا إيه؟ لان كتير من متابعي القناه قالوا لي يا ابو عبد الرحمن اتخلص منه خالص خالص، والحق الموسم بتاعك وازرع الجديد. بس انا شايف ان هو بدا يدينا انتاج والله. برضو احنا يعني ايه يعني في برضو خيار هنا هو الجديد اهو طالع، وهنا اهو، وان كان مش اعلى حاجه يعني. تعالوا برضو للحرنكش. الحرنكش وصل لحجم ضخم جدا، وانا شايف ان بدا يظهر فيه اصابات حشريه زي ما شفتوا في الفيديو اللي فات. فانا هنقوم بقص بعض الفروع، يبقى كل نبات ليه المعاملات بتاعته. قص الفروع الناشفه اللي هنا دي، الفروع الجافه والصلبه. استنى نشوف الثمره دي كده. ايوه مستوي مر. مستويه جميل. كل الفروع ده هتتشال، وما يصعبش عليكم النبات، ما نقولوش ياه ابو عبد الرحمن
كسر النبات. لا هتشوفوا بقى افرع جديده طالعه احسن من الاولانيه واقوى منها، وهتدينا كمان انتاج اعلى. هتشوفوا من خلال متابعه القناه، هتشوفوا النبات هيوصل شكله قد ايه وهيبقى حجمه ازاي والنمو بتاعه ازاي. كل النباتات ديت بالك من الخيار. اقطع القمة النامية اللي عندك دي كمان. بتلف ايه هنا والله في الكفة. برضو القمة النامية دي اقطعها. مصاب بحشرة كده. احنا اتخلصنا من كمية كبيرة. هنا بقى زي ما عبد الرحمن، تعالى شوف كده يا عبد الرحمن، قرب من الكاميرا، هتشوفوا بقى النموات الصغيرة دي. ده هتكبر وهتدينا نمو رائع. طب كل النباتات اللي احنا خلصنا منها، ودي كمية كبيرة طبعا مش كمية بسيطة، كل ده هتروح للحيوانات بتاعتنا تتغذى عليها وتمدها. يلا يا حيواناتنا انتوا كمان، يلا وسعوا لنا الطريق. يلا يا ركسو، يلا يا ركسو تنحى، وانت يا لولا طعامه، يلا بينا. يلا يا بندنه، ثواني كده، بندنه شقاوة، بندنه ده شقاوة فظيعة. يلا 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 بينا. طبعا انت عارف دخلت على الوز على طول. اه انا عارف. ده هما بص 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 على جوه بقى، حطوا لهم جوه في المشروع. كل ده في يعني في ظرف نص ساعة بالظبط هيكون انتهى. تاكل كلهم. ورق الكوسه بيتقطع حتت، المنشار يعني المنقار فيه منقار الوز فيه اسنان كده تشبه المنشار. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى في عالم كيفه على ان هو يقطع الورق وياكله بصوره كبيره. منقاره مكيف ومصمم زي ما انتم شايفين كده، منقاره ليه تصميم خاص كده انه متكيف تماما مع ايه؟ مع اكل النباتات. اجمل الطيور عندنا طيور الوز بصراحه، من الطيور الجميله، كل الطيور جميله والله. انا ما وريتكمش يعني من مده الفراخ اللي هاجين الساسو وصلت لحجمات ده. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. حطيت لهم الديك الفيومي ده، هما بسم الله ما شاء الله حجمهم ده من انتاجنا احنا، ومعاهم كتكوت رومي اللي كان طالع ما في الفقاسه لوحده. الارضيه اللي انت شايفينها ديت بواقي تغذيه دوده الجندي الاسود، لان انا بدات اوكل الطيور بتاعت دوده الجندي الاسود بكميات، وديت اللي هو الايه البيئه اللي كانت عايشه فيها الدوده. كل ده هيتنضف، وكل ده بيعتبر سماد قوي جدا جدا، انا بستخدمه في تسميد النباتات بتاعتي، وده اللي بيديني الانتاجيه العاليه. يبقى احنا جمعنا كوسه النهارده، وجمعنا ملوخيه، وبنجمع البيض بتاعنا. عايزاكم تدعوا لاختي مريم، ربنا يكمل لها على خير يا رب، وتنجب اول مولود ليها، ربنا يجيبه لها بالسلامه ويقومها هي كمان بالسلامه. وادعوا لاخويا منصور بالشفاء، وادعوا لكل حبايبنا في القناه، ربنا يشفي كل مريض، وربنا ينصر اخواتنا يا رب ويصبرهم ويجعلهم من اهل الجنه، اللهم امين. نترككم برعاية الله، واسيبكم واروح شغلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.